ولد الفنان إنريكي ميغيل إغليسياس بريسلر في مدريد 8 مايو 1975، والمعروف باسم إنريكي إغليسياس، وهو مغني إسباني وكاتب أغاني ومنتج وممثل، وهو الابن الأصغر للمغني الشهير خوليو إغليسياس، وله 4 إخوة. بدأ إنريكي إغليسياس مسيرته الموسيقية عام 1995 بتوقيع مع شركة فونوفيزا المملوكة للشركة المكسيكية تيليفيزا، والتي عززت مسيرته المهنية في بداياته بين البلدان الناطقة باللغة الإسبانية والمواطنين من أصل إسباني في الولايات المتحدة. وفي عام 1999 وقع مع شركة أنترسكوب وقدم أغاني باللغة الإنجليزية، كما وقع مع شركة يونيفرسال ميوزيك لاتينو المملوكة لشركة يونيفرسال ميوزيك لإصدار ألبوماته باللغة الإسبانية. وفي عام 2010 انفصل عن شركة أنترسكوب ووقع مع شركة يونيفرسال ريبوبليك. وفي عام 2015 وقع مع شركة سوني ميوزيك العالمية. باع الفنان أكثر من 60 مليون إنتاج موسيقي بين ألبومات وأغاني باللغتين الإنجليزية والإسبانية. في الولايات المتحدة الأمريكية باع أكثر من 20 مليون نسخة، وبهذه الأرقام يعتبر من أنجح الفنانين على المستوى العالمي. حصل إنريكي إغليسياس على أهم الجوائز العالمية المرموقة في صناعة الأغاني، جائزة غرامي لأفضل فنان لاتيني، كما حصل على 5 جوائز غرامي لاتينية و4 جوائز بيلبورد و43 جائزة بيلبورد لاتينية و10 جوائز موسيقى عالمية و8 جوائز موسيقى أمريكية و5 جوائز موسيقى أمريكا لاتينية وغيرها. ومن بين أعظم أغانيه التي حققت شهرة عالمية بملايين المشاهدات في جميع أنحاء العالم مثل بايلاندو، دويل الكوراسون، ايرو، وسوبي ميلا راديو، وتونايت اي ام لوفين. يعتبر إنريكي إغليسياس من أعظم الفنانين إطلاقا على المستوى الإسباني. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.